في ظل التوترات المتزايدة والأزمات الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بيكون في صدارة هذا المشهد بمواقف ثابتة وصريحة تؤكد على دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية. منذ بداية الحرب أبدت مصر التزامها بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين، مع التأكيد على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة. الحقيقة الدور ده القوي بيعكس تاريخ مصر الطويل في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وبيعزز مكانتها كحامية للقضية العربية في ظل التحديات الراهنة. منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفاً ثابتاً لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية، حيث شدد على رفض مصر التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو أي مكان آخر. هذا الموقف يعكس حرص مصر على الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحماية أمنها القومي في وقت تعاني فيه المنطقة من تصاعد التوترات والصراعات. وأكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة على أهمية العمل المكثف لوقف إطلاق النار في غزة وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع. وفي ظل الأزمات الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها القطاع، يبرز دور مصر كداعم رئيسي للشعب الفلسطيني، حيث يحتاج الفلسطينيون إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي. وشدد الرئيس أيضاً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع. هذا الموقف حظي بدعم وإشادة ممثلي الشعب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين أكدوا أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين. وأعرب البرلمان بمجلسيه عن تأييده للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أنها قضية العرب جميعاً. موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت يعكس تاريخ مصر الطويل في دعم القضية الفلسطينية، حيث كانت دائماً في طليعة الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواصلة العمل من أجل حقوق الفلسطينيين. وفي النهاية تبقى مصر حاضنة للقضية الفلسطينية، تسعى لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الاستقرار للجميع. إن موقف مصر الثابت هو تجسيد للإرادة العربية المشتركة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته نحو الحرية والاستقلال.